اقرب من المباراه بنظره فنيه وتحليليه بشكل اكبر، واروح لنجم كبير جدا من نجوم النادي الاهلي سابقين وهو كابتن عادل مصطفى. يا كابتن عادل مساء الخير. مساء الفل امير، ازيك عامل ايه؟ تمام الحمد لله. عايزين طبعا نتكلم مع حضرتك بخصوص مباراه الاهلي والزمالك، وكيف ترى هذه المباراه من الجانب الفني ورؤيتك الفنيه تحديدا. المباراه يعني المباراه صعبه صعب وزادت صعوبه بعد فوز الزمالك بالسوبر الافريقي. الزمالك في المجمل السيزون مش في احسن حالاته، كان بادئ السيزون بشكل كويس ولكن مع بعد كده كان حصل شويه يعني حصل دروب في الاداء وفي النتائج وتغيير الجهاز الفني ووجود كارتيرون دلوقتي على راس القياده الفنيه للفريق. اعتقد مباراه السوبر وضعت الزمالك في منطقه كويسه في الوقت ده، تمام، فنيا ومعنويا. فنيا الزمالك قدم مباراه من احسن المباريات اللي لعبها اخر 5 6 سنين. معنويا اكيد هيفرق مع الفرقه ان هم عندهم بطولتين في اسبوع واحد، لما يكسبوا بطوله في البدايه هيرفع عليهم الضغط شويه ان هم ما يبقاش خسر بطولتين. هو اوريدي فاز بطوله، فالبطوله الثانيه لو كسبها حقق علامه كامله في اسبوعين، لو خسرها هو بالنسبه له لسه محقق بطوله قبلها. تمام. النادي الاهلي بيأدي بشكل كويس جدا طول السيزون، على فترات في لعيبه بتبقى بعيد ولعيبه بترجع اصابات، لعيبه بتبقى المستوى الفني بتاعها على حاجه والتوب فورم بتاعتهم وبعد كده شويه بيقلوا شويه بيرجعوا تاني، ده طبيعي جدا في ظل المنافسه في الدوري المصري الشبه النادي الاهلي بيلعب منفرد يعني في الدوري المصري. مباراه انا شايفها مباراه ال 90 دقيقه، مباراه 90 دقيقه دي بتبقى صعبه جدا. تمام. بتبقى بالحاله اليوميه للفريق، يعني حالتك انت يوم المباراه دي بتبقى عامله ازاي. ممكن تكون بتأدي بشكل كويس جدا طول السيزون ولكن في اليوم ده ما تبقاش احسن حاجه، والعكس ممكن تبقى انت بعيد خالص وتيجي تركز في 90 دقيقه اكتر، ترفع نفسك فتره طويله وتركز في 90 دقيقه بتبقى الامور اسهل شويه، عكس انت لما تكون بتنافس على طول الدوري. بطولة الدوري البطولة المحببة للنادي الأهلي اللي بيقدر أكيد يحصدها كل سنة، يعني لو اتكلمت في 10 كل 10 سنين الأهلي عنده 8 بطولات أو 9 بطولات دوري فعلا على مر التاريخ. وده عشان التركيز الدائم للفريق والإدارة والمنظومة كلها متعودين على ده. ولو جيت شفت برضو إن البطولات اللي يعني اللي راحت النادي الأهلي كانت راحت بطولات يعني 90 دقيقة مش على المدى البعيد يعني. بالظبط. طيب انا عايز اتكلم مع حضرتك بالتحديد بخصوص تشكيل كل فريق، هل تتوقع ان يكون في مفاجاه مستر فايلر؟ وفي المقابل هل تتوقع ان الزمالك يلعب بنفس التشكيل اللي فاز بيه على الترجي؟ اعتقد الزمالك مش هيغير، ان الزمالك بقى بيلعب بنفس الطريقه ال 4-2-3-1 تمام بالاشخاص الموجوده وانا شايف ان هم اعتقد دول انسب حاجه دلوقتي. الاهلي برضو نفس الشيء، الاهلي مش هيغير حاجه في الطريقه، طريقه اللعب في الطريقة ال 4-2-3-1، ولكن الأشخاص أنا برضو شايف إن هم برضو النادي الأهلي بقاله فترة مثبت أشخاص في الفرقة. في عدد ثابت في تشكيل النادي الأهلي، لكن في متغيرات بتحصل في كل مباراة بخصوص التشكيل بشكل كامل يعني. خد بالك المتغيرات بتبقى على حسب أنت المباراة دي فين، يعني في ساعات بتلعب متغيرات بتبقى شويه موجوده في ماتشات الدوري، تمام، عشان بتكون انت بتريح ناس بتعمل روتيشن لناس في مباراه افريقيا وده شيء طبيعي جدا ومنطقي، واحيانا برضو تعمل روتيشن لمباراه الدوري ان انت بيبقى لو عندك ثلاث اربع كل ثلاث اربع ايام مباراه فصعب ان انت تفضل تلعب بنفس التشكيل فتره طويله. والروتيشن ده خد بالك خلق لعيبه كتير في النادي الاهلي بتادي بشكل كويس. الناس المصابه يعني كمان لما ترجع هيبقى النادي الاهلي يعني هيبقى قوه مفرطه ان شاء الله، يبقى ان شاء الله باذن الله هيأدي بشكل كويس، ولكن الثوابت يعني الفرق في اماكن بقت ثابته في الملعب، المتغيرات بقت طفيفه جدا، اعتقد المتغيرات كلها في الثلث الاخير. لو موجود رمضان صبحي بيعمل فرق كبير جدا لشكل الفرقه وعلى المستوى الفردي والمستوى الجماعي. رمضان ديفرنت كواليتي، يعني انا شايف ان هو القماشه المختلفه مش هقول الوحيده لكن دلوقتي اكتر قماش اكتر حد مختلف في مصر في الاداء وفي الشخصيه بحكم سنه وبحكم ادائه الفردي. تمام. وجود رمضان اعتقد حتى لو اخذ جزء من المباراه هيفرق جدا مع الاهلي، والمباراه محتاجه صبر، المباراه محتاجه صبر ومحتاجه ان انت تشتغل عليها
بتقسمها، تقسم لكذا لكذا جزء، وان شاء الله يكون الفوز حليفنا يعني ان شاء الله. يا رب يا رب باذن الله. اخيرا توقعاتك يا كابتن عادل للمباراه. توقعات انا يعني اتمنى الفوز النادي الاهلي طبعا ان شاء الله. اتمنى ان احنا نبدا المباراه بشكل كويس. بدايه المباراه هي اللي هتفرق. لا هتفرق تمام، بدايه المباراه هتفرق. ان 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 مباراه البطوله لما بتبدا بدري وبتبدا جاهز اجهز في المباراه وبتسجل بدري بتبقى الامور عندك الافضليه. اتمنى ان احنا نعمل ده ان شاء الله. الاهلي الفتره اللي فاتت بيقدر يشتغل على ده. الاهلي عنده كذا يعني كذا سيناريو بيحققه خلال المباراه. تمام، تسجيل بدري وتسجيل في الاوقات الاخيره، ولكن المهم انك ما تستقبلش جول بدري باذن الله. مهم جدا انك تلعب مباراه ما تستقبلش جول، وان شاء الله نعمل ماتش كويس يعني باذن الله. كابتن عادل انا بشكرك شكرا جزيلا. كابتن عادل مصطفى نجم النادي الاهلي السابق.